النهارده عبارة عن مقارنة بين أقوى موبايلين في الفئة المتوسطة واللي هما الريدمي نوت 8 برو والريلمي إكس تي، وفي ناس كتيرة جدا محتارة تشتري أنهي موبايل فيهم مين الأحسن. هنقول كل التفاصيل عن الموبايلين دول، لكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك لو عجبك الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، أنا أحمد برعي. إن شاء الله النهاردة هعمل لكم فيديو سريع كده مقارنة بين أقوى موبايلين في الفئة المتوسطة اللي هما الريدمي نوت 8 برو والريلمي إكس تي. خلينا نخش في الفيديو على طول، لكن قبل ما نبدأ يعني في المقارنة هقول على طول النوت 8 والإكس تي اختصار الوقت وكده. فنبدأ بقى بالتصميم. تصميم النوت 8 بيجي ظهره من الإزاز، وكمان بيجي بألوان جديدة زي اللون الأخضر والأبيض، والكاميرات بتيجي في النص تحت بعض والبصمة تحتيهم، الألوان بتبقى غامقة في النص وبتفتح في الجنبين وكده، فالتصميم بتاع الموبايل ده جميل جدا. أما الإكس تي فالتصميم بتاعه برضو بيجي من الإزاز مع فريم من البلاستيك، لكن الكاميرات بتيجي في جنب الموبايل ومفيش بصمة في الظهر. يعني التصميم ده بيبقى لذوقك انت او على حسب اختيارك انت، لكن انا من رأيي النوت 8 برو كده بيبقى فيه يعني فيه فخامة كده والوان جديدة، الكاميرات في النص والالوان بتفتح من الجنبين شبه المي 9 تي. فانا من رأيي ان تصميم النوت 8 برو احسن من الاكس تي. الشاشة في النوت 8 بتيجي بحجم 6.5 انش بدقة فول اتش دي مع كثافة بكسلات 395 بكسل، حواف قليلة، الشاشة ما تجيش من نوع اموليد ومفيهاش بصمة في الشاشة. اما عن الاكس تي بيجي بشاشة سوبر اموليد بحجم 6.4 انش كثافة بكسلات 402 بكسل وفيها بصمة في الشاشة. الاثنين عليهم طبقة حماية جوريلا جلاس الجيل الخامس، فانا يعني اكيد معدل كثافة بكسلات اكبر مع شاشة سوبر اموليد، فاكيد هنا يعني التفوق هيبقى للاكس تي في الشاشة. الكاميرات في الموبايلين قبل ما نقارن احنا بنقارن بالارقام، لان الموبايلين لسه منزلوش مصر، ده على سن هما لو نزلوا انا هشتريهم يعني ما علينا. الموبايلين بيجوا بخمس كاميرات. اول حاجة النوت 8 بيجي بكاميرا امامية بدقة 20 ميجا بكسل فاتح عدسة 2.0، اما الاكس تي بيجي بدقه الكاميرا الاماميه بتيجي بدقه 16 ميجا بكسل فاتح عدسه 2.0. هنا النوت 8 اعلى شويه في الميجا بكسل، لكن في ميزه في الاكس تي ان الكاميرا الاماميه بتاعته بتيجي بمستشعر قوي اللي هو نفس اللي بيجي في الوان بلس 7، فمش هيبقى فيه فرق قوي في تصوير الكاميرات الاماميه، مفيش فرق بينهم ولا. اما الكاميرات الخلفيه بقى ده بيجي باربع كاميرات وده بيجي باربع كاميرات. اول حاجه النوت 8 الكاميرا الاساسيه بتاعته او العدسه الاساسيه بتيجي بدقه 64 ميجا بكسل فاتح عدسه 1.8، برضو هنا في الاكس تي بيجي بكاميرا اساسيه بدقه 64 ميجا بكسل فاتح عدسه 1.8، ده بنفس المستشعر وده نفس المستشعر برضو، مفيش فرق بينهم نهائي. اما الثلاث كاميرات الباقيين ففي النوت 8 الكاميرا التانية بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل فتح عدسة 2.2 ودي للتصوير العريض، برضو الكاميرا التانية في الاكس تي بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل فتح عدسة 2.3 للتصوير العريض. طبعا فتح عدسة اكبر هنا في النوت 8 فهتبقى احسن شوية، لكن في الاكس تي التصوير العريض هيديك اقل شويه. وانا مش شايف في النوت 8 واللي هي بتيجي بدقه 2 ميجا بكسل فاتح عدسه 2.4، وبرده الكاميرا الرابعه بتيجي بدقه 2 ميجا بكسل فاتح عدسه 2.4، واحده للزوم واحده للبورتريه، نفس الكلام برده في الاكس تي. فانا برده مش شايف تفوق في الكاميرتين، يعني الكاميرا الالترا وايد هنا وحش شويه، لكن انا مش شايف ده عيب قوي في الموبايل. الاتنين بيصوروا فيديوهات حتى دقه 4K، الكاميرتين هيدوك اداء عالي جدا ومفيش فرق بينهم خالص. لاداء الموبايلين، وهنتكلم الاول عن نوت 8 واللي هو بيه معالج هيليو جي 90 تي، واللي هو معالج قوي جدا كمان، يعني ما يعادل سناب دراجون 930 او اعلى. في بعض الناس بتقول ان معالجات ميديا تك بتهنج او ما بتعيش بتبوظ بسرعة، ده راجع للشركة اللي بتستخدم المعالج ده. يعني شفنا اوبو بتستخدم ميديا تك بشكل جميل جدا والتليفونات بتاعتها شغالة بالميديا تك ومفيش اي مشاكل، وفي بعض الشركات تانية بتستخدمه بطريقة مش كويسة او ما بتطلعش احسن حاجة من المعالج ده. فبشكل عام المعالج ده يعني قوي جدا، وكمان بيجي مع معالج رسومي من الجي 76، كمان مع نظام تبريد وخاصية الجي بي يو تيربو، الاداء في الموبايل ده خرافي صراحة. وكمان يعني لو انت بتحب الالعاب فالموبايل ده هيبقى اكتر موبايل مناسب ليك.
اما بقى عن الاكس تي فهو بيجي بمعالج سناب دراجون 912 اللي هو برضه معالج كويس جدا مع تكنولوجيا 10 نانو اللي هتوفر لك في البطارية، مع خاصية الجيم سبيس، مع معالج رسومي ادرين 616. برضو الاداء في الموبايل ده قوي جدا، لكن الفرق هنا هيروح للنوت 8 لانه بيجي بمعالج اعلى من سناب دراجون 712، كمان معالج رسومي قوي، كمان في نظام تبريد للالعاب عشان التليفون ما يسخنش. فهنا الفرق او التفوق هيكون للنوت 8 برو. بعد البطاريه في الموبايلين ونبدا بالنوت 8، النوت 8 بيجي ببطاريه بسعه 4500 ملي امبير مع منفذ شحن تايب سي، وكمان بيدعم الشحن السريع بقدره 18 واط. وكمان الشاحن بيجي في العلبه، اول مره شاومي تعملها. اما بقى في الاكس تي فهو بيجي بطاريه اقل شويه بسعه 4000 ملي امبير، لكن المعالج يعني بتكنولوجيا 10 نانو اللي بتوفر في البطاريه شويه ممكن ما يكونش في فرق كبير قوي. كمان الشحن السريع هنا اكبر شوية. ب 20 واط، فالشحن السريع هنا اسرع شويه عن النوت 8. يعني هنا السعه اكبر شويه وهنا السعه اقل، لكن الاكس تي فيه 10 نانو اللي بتوفر البطاريه وشحن سريع اسرع، فالاثنين تقريبا متعادلين ومفيش تليفون احسن من سعر تليفون في موبايلين. البطارية فالنوت 8 اقل نسخه منه اللي هي ال 6 جيجا 128 فبيجي بسعر 4000 جنيه، اما الاكس تي اقل نسخه منه اللي هي 4 64 بتيجي بسعر 4300 جنيه. السعر النوت 8 اقل شويه وكمان اعلى في الرامات، الرام 6 جيجا، فهنا التفوق هيكون للنوت 8. يكون النوت 8 برو بيتفوق على الاكس تي في التصميم الشيك جدا والاداء القوي وكمان في السعر القليل، والاكس تي بيتفوق على النوت 8 في شاشه السوبر اموليد ومعدل بكسلات الاعلى وكمان البصمه في الشاشه، والموبايلين بتعدوا في الكاميرات وفي البطاريه. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ما تنساش تقولوا لي رايكم في الاستفتاء اللي هيظهر لكم فوق دلوقتي، هتشتري الاكس تي ولا النوت 8؟ يا رب يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.